كله بيعدي يا ليلى، كله بيعدي. بس انتي فاجئتيني جدا. انا بحب المفاجآت، بس المهم ما تتعملش فيا. اكيد طبعا. يعني اصلا يعني اللي يعرفك يشوف طريقه كلامك، ويعني كل حاجه هنا بتعمليها ما يبانش عليكي خالص ان انتي بتعرفي تتعاملي مع الاشكال اللي احنا شفناها دي. ابدا حبيبتي، اللي يعيش يا ما يشوف، وانتي لسه صغيره، بس انا بقى شفت كتير كتير قوي. لو حد حس انك ضعيفه اللحظه او ملكيش حد هياكلوكي، عشان كده لازم تبقي بميت راجل، واي حد تديله فوق دماغه بالجزمه. بس يعني الناس اللطيفه اللي زيك بعرف اتعامل معاها بلطف وذوق قوي. انا كان نفسي ابقى زيك جدا بصراحه. وانا بصراحه كان نفسي ابقى زيك قوي. واضح ان انت كنتي متدلعه وانت صغيره. لا خالص مش كده. الفكرة كلها بس إن بابايا ومامتي يعني ماتوا بدري، ربنا يرحمهم، واللي رباني أخويا عيسى. بصي، عيسى طول الوقت خايف عليا، بيتدخل في حياتي قوي، في تفاصيلي كمان. ده عمره ما اداني المساحة إن أنا أعرف آخد قرارات كده زي اللي أنت بتاخديها. ما تستعجليش، بكرة تشيلي المسؤولية وتاخدي قراراتك كلها بنفسك لما تعيشي لوحدك. I hope so، عشان أنا بجد زهقت. طنط إن شاء الله هتطلع إمتى؟ والله مش عارفة يا ليلى. المفروض الواد الزبالة اللي إحنا مسكناه واعترف المفروض إنها تطلع على طول، بس المحامي هناك بيقولي إن في لسه شوية ترتيبات هو بيعملها. ربنا يستر إن شاء الله خير. يعني بعد كل الحاجات اللي هتحصل دي تطلع بقى صح؟ المفروض. عابد شريكي هناك هو اللي بيتابع القضية، هو بس كل خوفه ان هما ممكن يحاكموها زيها زي الولد، على اساس ان الحاجه اتلقت في شنطتها زي ما انت عارف. بصي انا مش عايزه افكر في اي حاجه وحشه، ان شاء الله خير. خير ان شاء الله. طب ما تشوفي محامي هنا برضو، مش تخسري حاجه. نشوف. اوكي، مش عايزين الموضوع يطول. انت الوحيد اللي واثق ان بيت بدر مليان ومعبي. انت مش واثق؟ انا واثق في علمي. علمي ولا ادبي؟ المهم نطلع حاجة يا دكتور. الشغل محتاج وقت، وبعدين هي عمرها خيبت. ماشي، على البركة. على البركة. بصي يا مدام هند، هي خطوة تسليم الولاد للقنصلية السعودية قبل ترحيله دي خطوة ممتازة جدا. احنا بيقابلنا مشكلة واحدة بس، ان القضاء السعودي صارم جدا، بمعنى ان والدة حضرتك ممكن تاخد براءة او لا على حسب رؤية المحكمة عنده. بس دي ست كبيرة وملهاش أي سوابق قبل كده. أيوة، وبعدين دي مصدومة كمان يا شاكر. يا جماعة كل دي أسباب مش كافية، بس هنشتغل عليها طبعا. أنا هقدم مذكرة للمحكمة هناك مشفوعة بخطاب من الخارجية المصرية، وإن شاء الله هيتم الإفراج عنها بعد ترحيل الجاني الحقيقي. إن شاء الله، ربنا يستر. بس في مشكلة صغيرة، هي ممكن تتمنع من دخول السعودية مرة تانية. مش مهم يا شاكر، المهم إنها ترجع بالسلامة يعني. بالظبط كده، المهم إنها ترجع بالسلامة. أنا متشكرة جدا يا متر. حضرتك ما تقوليش كده، ده كفاية إن أنت جاية من طرف ليلى، دي أختي الصغيرة. شاكر ابن خالتي. شكرا بجد يا شاكر. أنا هخلي السكرتيرية تكلم حضرتك، هيدوكي بيانات المكتب. حضرتك بس تعملي التوكيل النهاردة عشان نعرف نتحرك بيه من بكرة إن شاء الله. أكيد أكيد، ربنا يستر. ميرسي. العفو يا ليلى. على إيه؟ وعيسى فين؟ مش عارفة والله يا شاكر، هو كمان مش بيرد عليا، بس تلاقيه مشغول أو حاجة يعني، هيروح فين؟ طب أول ما تشوفيه خليه يكلمني ضروري جدا، قولي له إني قفشت عليه خلاص. أوكي، هقول له إن أنت قفشت. ان شاء الله خير بقى. ان شاء الله. انا قلبي كان حاسس، انا السبب، انا السبب. وجايني ليه؟ جايني ليه بعد ما قتلتها؟ عليا الحرام من ديني، ما لمستها ولا مديت ايدي عليها. انا اللي اخدتها واكرمتها. انا عارف ان انت مش مصدقاني، بس هو ده اللي حصل. قتلها ماتت ازاي؟ عيل ابن حرام بس، ورحمة أمي ما هحل. نبلغ عنه. نبلغ عن مين؟ ونقول لهم ايه؟ اتقلي، حق أماني هجيبه، بس بطريقتي. وطريقتك دي هترجعها تاني منك لله. أنا ماليش ذنب، ماليش ذنب. مش كل مصيبة هتحصل هشيلها فوق راسي. دي دنيا وسخة، بنت 60 كلب بترمي ناس في طريق ناس عشان يروحوا هدر.
اعمل ايه انا؟ امشي الدنيا على كيفي؟ كان في ايدك تلحقها. حاولت وما عرفتش، عشان كده قلبي موجوع عليها كانها مني، وهعمل اللي عليا وهجيب لك حقها تاني. ده ليه كده؟ ده كتير جدا. مش عارف بيستهبل. انا قلت له صرع الدنيا شويه. وقال لي طيب هشوف، شايف ايه، حاسه بيتدلع كده. مش حاسه سيريس الصراحه. لا مش حلو كده. مش حلو. طب ايه رايك؟ طيب ايه التغييرات اللي انتوا عاملينها تحت دي؟ لا مش عارفه يعني، شوف. مش حد غيري؟ ايه التغييرات اللي انتوا عاملينها تحت؟ انا اللي عملت التغييرات، ده ذوقي انا. زفت، ما ذوقك زفت. طب يا داغر اسيبك انا بقى مع الملكه ونكمل كلامنا بعدين. رايت. ايه القفش ده؟ ايه القفش ده؟ احنا بنشوف بس انا ومدني هنطور من المكان ازاي، وهي كان عندها كام فيجن كده للديكور والدنيا هنا. بجد انت مكبره الموضوع كده ليه؟ ما احنا مش اتفقنا ومضينا خلاص وخلصنا، ولا في حاجه تانية؟ في يا حبيبتي، المكان ده مكاني ولازم ابقى فاهمه كل حاجه بتحصل فيه. بعد اذنك يعني. خلاص فهمها يا داغر. باي باي. ليش الدنيا قفشه كده؟ انت نسيت نفسك ولا ايه؟ بتتحمى فيها؟ انتوا الاثنين احطوكوا تحت جزمتي وافعصكوا، ما تنساش. ها؟ ماشي يا ستي، حقك عليا، اهدي بس. كنتوا بتتكلموا في ايه بقى؟ هقولك، اهدي بس، مش عارف اقولك، اهدي. ايه يا علي؟ ايوه هند. عايز افهم ايه مواعيدك المضروبه دي؟ مش مضروبه ولا حاجه. ما يلا بقى، فين الراجل؟ عايزين ننجز. ما كنتش عارف اوصل له، كنت مشغول كده. هكلمه وارجع لك. طيب خلاص اوكي، حدد لك ميعاد معاه وهنظبط كل حاجه. ماشي هند، خدي بالك من نفسك. طيب طب يلا، طب يلا بسرعه لو سمحت. باي، مع السلامه. ده وقته يعني؟ كل يا حبيبي. حلو، مامي اللي طلبته لك. مرسي قوي يا ليلى ان انت جيتي النهارده معانا. ما تقوليش كده حبيبي، ده استاذ زوزو يؤمر. مبسوطة ان مامي معاك النهارده؟ بينا نخليكوا لبعض. معلش هوصل حاجه بسرعه برضو؟ هاخد هسحب منك التليفون بسرعة ده. بقى يا ليلى استني. في ساعة عشان تفتح؟ ازيك يا شاكر؟ اعمل ايه؟ تنايم معلش. انت عندك كتاب بجد بقى؟ بقولك ايه؟ كل حاجة في المطبخ، لو عايز تشرب حاجة خش اعملها. اعمل لي حاجة معايا طيب؟ لا لا شكرا. عيسى انت كويس؟ شوية خنقة وهيروحوا لحالهم يا شاكر، خش اعمل حاجة تشرب.